تحياتي لكل الساده المشاهدين واهلا بيكم مفقره جديده من برنامج الاطباء. النهارده هنتكلم عن حاجه كلنا بنعرفها وكلنا بنقولها، التدخين ضار جدا بالصحه. طب هو التدخين بس اللي ضار بالصحه وهو اللي ممكن يؤذيني؟ لا لا لا، في حاجات كتيره جدا ممكن تاذيني، وفي حاجات كتيره جدا 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 ممكن تضيعني او توصلني للهلاك، اللي هي البشره. البشره دي هي اللي الوحيده اللي تتكلم وتقول انا عمري قد ايه، انا عندي كام سنه، انا صغيره ولا كبيره. في ناس بنشوفها كبيرة ولكنها صغيرة في السن أو العكس كمان. طب إيه اللي بيخلي البشرة تبوظ كده أو بتوصلها للهلاك؟ هل إحنا بنستخدم حاجات غلط؟ أه. هل إحنا بنتعامل معاها غلط؟ برضو أه. طب إزاي أتعامل مع بشرتي؟ إزاي أعرف نوع بشرتي؟ إزاي أقدر أعالج بشرتي بشكل كويس وبشكل صحي وكمان على إيد ناس متخصصة وناس فاهمة هي بتقول إيه؟ مش بس مجرد إن أنا أتفرج على التلفزيون أو أبص على السوشيال ميديا أخد الكريم ده وأمشي مع الوصفة الفلانية أو صاحبتي عملت كذا أعمل عليها. طبعا كل ده غلط. النهارده معانا ضيفتي هتوضح لنا وهتصحح لنا المعلومات الغلط وهتقول لنا ازاي احافظ على بشرتي واخليني طول عمري في سن صغير. خلوني الاول ارحب بضيفتي وهي دكتوره منى العمده. اهلا بيك يا دكتور منوره. اهلا بيكي. اهلا بيكي. دكتور، زي ما قلت ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان انا ما بقاش عارفه نوع بشرتي وببقى معتمده ان صاحبتي او جارتي استعملت كريم كويس فخلاص يبقى انا استعمل نفس الكريم مع اني مش عارفه الكريم ده هياثر عليا ازاي. طبعا غلط مليون في المية، لأن ممكن تكون جارتي، صاحبتي، أختي، والدتي بشرتها دهنية وأنا بشرتي جافة أو العكس. اللي ينفعها وينفع بشرتها يضرني. مش هقولك مش هيدينا إفكت كويس، لأ هيضرني، لأن هي لو بشرتها دهنية وأنا بشرتي جافة هي محتاجة حاجة تمتص الأويل وتنشف البشرة وتخلي شيء من التوازن عشان ما يبقاش فيه أويل على السكن. طب أنا بشرتي جافة، انا محتاجه الاويل ومحتاجه يكون في غذاء، مش ان هي تنشف او يحصل فيها جفاف. فاللي ينفع عندك يضرني. فطبعا لازم تعرف اول حاجه، اول ستيب لازم تعرفي بشرتك دهنيه جافه مختلطه. ده تعرفيه ازاي؟ بتروحي تستشيري دكتور. يعني حتى انت مش يعني مع ان هي لو استخدمت اي غسول اي 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 صابونه من الصيدليه هي هتعرف. بس برضو انا بحبذ ان هي تسال دكتور. طيب وايه رايك في الناس اللي هي بتستخدم كريمات يعني على طول؟ بصي الصبح حاطه كريم، الظهر حاطه كريم، بالليل حاطه كريم، وهي ما تعرفش مكون الكريم ده عن ايه. يعني هي مجرد بس سمعت ان الكريم ده كويس او بيعمل نتيجه مع فلانه او عمل حاجه كويسه، ما بتبقاش عارفه مكوناته عامله ازاي. بتتعامل مع الحالات دي ازاي؟ الاهتمام بالبشره ده شيء حلو جدا، يعني انا ببقى مبسوطه، يعني حتى لو هي ماشيه في الطريق الغلط انا سهل ان انا امشيها على الطريق الصح. لكن لما ما بيكونش في ثقافه اصلا اهتمام ده اللي اصعب. فما فيش مشكلة، انت بتحبي تهتمي ببشرتك زيادة الصبح الظهر العصر، بيبقى فيه برودكت كل الاكتف انجريدينت اللي فيه طبيعية. ليه نستخدم حاجة كيميكال؟ ليه اروح اجيب اي حاجة من الصيدلية فيها كيميكال واستخدمها استخدام يومي؟ ممكن بنضطر ان احنا نستخدم حاجات فيها كيميكال مرة في الشهر، مرتين، لكن لو استخدام يومي لازم يكون كل الاكتف انجريدينت اللي فيه تكون من خلاصة طبيعية. الطبيعة عمرها ما هتضرك. طيب كل برودكت او معظم البرودكت بيبقى ليهم سايد افكت. طيب هل ترو لايت بيبقى ليه سايد افكت هو كمان على بشرتي ولا لا؟ اي برودكت ليه سايد افكت لو في حاجة كيميكال. لكن طول ما هو الاكتف انجريدينت اللي فيه والكونتنت اللي فيه خلاصات طبيعية طبعا نيفر، ان هو عمره ما يعمل سايد افكت، يعني مستحيل، لان كل اللي فيه خلاصات طبيعية مستحيل يعملي سايد افكت. طيب وايه هي الفيتامين اللي موجوده دلوقتي في ترو لايت اللي هي تخليني تشجعني ان انا استخدمه واستغنى بيه عن كل البرودكت اللي موجوده دلوقتي؟ خلينا نقول الفيتامين سي هو المين في الثلاثه برودكت من ترو لايت. مشاهدينا لازم يعرفوا ان ترو لايت عباره عن سيروم، جل، لوشن. السيروم بيعالج التجاعيد والكسور وبيحارب الشيخوخه. يعني مش شرط ان انت تكوني بشرتك عجزت، لا هو بيحارب اللي هيحصل. طيب الجل بيعالج الكلف والغمقان والتصبغات. طيب اللوشن سان بروتكشن فاكتور، هو بيحمينا من الشمس اللي بينتج عنها التصبغات. طيب نقول السيروم عباره عن
زبده الشيا، زيت الجوجوبا، الهيالورونيك. ده بيملا الفراغات وبيشتغل على البشره، وان هو بيعوضني الغذاء اللي البشره مفتقداه. طيب الجل، عرق سوس، خيار، الكوجك، بيذيب ويزيل السكن الميت ويحفز البشره ان هي تنتج سيلز فيها نضاره حيه. طيب اللوشن بيحميني من التصبغات، بيكون واقي للشمس. وممكن نوري المشاهدين علبه ترو لايت، عشان في اي حاجه بتنزل بتعمل ضجه بيكون ليها تقليد. اكيد. فانا حابه ان الناس تحفظ شكل ترو لايت. طيب السيرم بيبقى شكله ايه يا دكتور برضو؟ هنشوف مع بعض. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان السيرم بيحمينا او بيحافظ علينا من التصبغات اللي بتتسببها الشمس. لا، السيرم بيحمينا من الشيخوخه وبيعالج التجاعيد. الجل، الجل هو اللي بيشتغل على التصبغات وعلى الكلف وعلى اي غمقان بيكون في البشره. وبناكد للساده المشاهدين ان البرودكت ده ما فيهوش اي كيميكال خالص. طيب خالص. اللي حضرتك ماسكاه في ايدك ده ايه؟ ده السيرم. اوكي، ممكن نجرب مثلا هنا، وهي 1 بوينت، يعني ما تنزليش للتكه للاخر. اوكي، لان هي 1 بوينت هي كافيه اصلا للاريا. طيب نعمل كده، بتحط على البشره بطريقه دائريه طبعا يا دكتور. 1 دايركشن، اتجاه واحد، لان لو في اكتر من اتجاه هتدمري مش هتعالجي. اوكي، طيب لو حوالين العين كده طبطب، وده في استخدام اي تريتمنت، اي ميك اب، اي حاجه بتتحط على البشره، اي حاجه بتستخدميها لبشرتك للفيس بتاعك، لو حوالين العين طبطب. طيب هنا 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 1 دايركشن، اتجاه واحد، وتعملي مساج من 3 لـ5 دقايق عشان العضله والسكن يفوق ان في مؤشر خارجي عايز يشتغل ويحييه. طيب. فانا بشوف ان المساج من 3 لـ5 دقايق. بنحطه كم مره في اليوم؟ الجل مرتين، السيرم مرتين، اللوشن مره واحده، وانت نازله بالنهار عشان ده سان بلوك. طيب دكتور، دلوقتي عايزين نتكلم عن كريمات التفتيح. بقينا نسمع عن كميه كريمات تفتيح غير طبيعيه. يعني فتحت التلفزيون بتلاقي 50 مليون برودكت للتفتيح، بس بيقولوا ان هو كمان افتح وعالج بيه حب الشباب. هل في حاجه اسمها كده؟ يعني ممكن اعالج بيه حب الشباب وفي نفس الوقت يفتح؟ لا، انا بشوف ان هي بتعالج الاول حبوب الشباب والاثار اللي هي ناتجه عن الابسس او عن حب الشباب، اللي هي الغمقان او البقعه، التصبغ. الجل ممكن يعالج لها ده، لكن انا ما اقدرش اقولها الجل بيعالج لك الابسس وبيعالج كمان الغمقان. لا، انت بتعالجي اكيد بتتابعي مع دكتور. ما هو مش معقول يكون في حبوب شباب وانت سايباها، مع ان في بنات كتير بتسيبها وتفضل يعني تخبيها. وتخبيها بالميك اب، او ان هي يعني تجهدها كتير فبتعمل اثار، بتسيب تصبغ. طيب الجل بيعمل ايه؟ الجل بيعالج ده، بيعالج لك اثار حبوب الشباب، اثار الحروق الناتجه على الليزر، اثار الغمقان اللي بينتج لو تعرضتي للشمس من غير سان بلوك. اوكي، طب دكتور عايزه حاجه مهمه جدا جدا، اللي هي اي كريم بنستخدمه لازم يكون في احتياطات قبليه. يعني قبل ما استخدم الكريم لازم اعمل 1 2 3. هل ترو لايت برضو من نفس المنطق ده، ان انا استخدم حاجه قبليه او احافظ، او في احتياطات بعملها معينه قبل ما استخدمه؟ لازم البشره تكون كلير. أوكي. لازم تكون فيها شيء من ان هي ما يكونش فيها ميكروب، ما يكونش فيها شوائب. طب ده انا احله ازاي؟ حل بسيط جدا في متناول اي اسره، صابونه الكبريت. صابونه الكبريت اللي هي في الصيدليه العاديه جدا. ممكن تجيبي صابونه مش هتكلفك اي حاجه، تغسلي وشك بيها من 3 لـ4 مرات في اليوم. قبل لما تستخدمي السيرم اغسلي بشرتك بيها. قبل ما تستخدمي الجل اغسلي بشرتك بيها، سواء بشره دهنيه سواء بشره جافه، مش هتضرها. اوكي، بالعكس هتنقيها. طيب اترو لايت فيه زيوت كتيره، ممكن نتعرف على كل زيت بيعمل ايه؟ وعرفت كمان ان هو فيه زبده الشيا،
ده كله بيعمل ايه في البشره؟ زبده الشيا وزيت الجوجوبا ده في السيروم بيعمل نضاره للبشره. طب هي لو بشره دهنيه هيضرها خالص؟ مع ان انا بقول لك ايه، زبده واويل يعني حاجه فيها تزييد زي ما بيقولوا. خالص. من خصائص زيت الجوجوبا ان هو ما بيديش لمعه على البشره. اوكي. يعني انت بتستخدمي السيروم وبيشد لك البشره، بيقرب المسام من بعض. والمعلومات بنات كتير، انا بستخدمه برايمر قبل الميك اب. يعني انت مش هتحتاجي ان انت تستخدمي برايمر قبل الميك اب، لو انت نازله بالليل استخدمي السيروم. استخدميه قبل الميك اب. وعلى فكره انا مستخدماه قبل ما نحط ميك اب، انا مستخدماه النهارده. ده بيعمل ايه؟ مش شرط ان انا اكون عندي 60 سنه عشان استخدم الحاجه اللي تملي لي الفراغات وان هي تبقى فيه نضاره خالص. بيقرب المسام من بعض، بيملا الفراغات. لو عندك اجهاد، عندك عدم نضاره، هو بيحيي كل ده. طيب السن المناسب بقى لاستخدام ترو لايت، يعني نقدر نقول ان الكريم ده مناسب لسن كذا؟ يعني احنا بنشوف دلوقتي الكريمات بتبقى متقسمه بالعمر، في من 30 20 30 40 فوق ال 50. هل ترو لايت برده كده ولا من 16 سنه وانت فوق؟ 16 سنه. لانه ما فيهوش كيميكال. اوكي. هو كله خلاصات طبيعيه، اكيد مش هيضرني. وبشوف ان الوقايه خير واحسن وافضل من العلاج. انا ليه اهتم ببشرتي بعد ما تدمر؟ ليه؟ ليه وانا في ايدي برودكت اسمه ترو لايت، عباره عن سيروم جل لوشن، ده بيحمي بشرتك من الشيخوخه المبكره. لو عندك مشاكل في بشرتك بيعالجها. لو محتاجه نضاره بيوفر لك ده، محتاجه سان بلوك بيوفر لك ده. يعني انت مش محتاجه تشتري سان بلوك، مش محتاجه تقولي طب انهي سان بلوك انا اقدر استخدمه قبل الميك اب. سان بلوك اللي في اللوشن من ترو لايت تقدري تستخدميه قبل الميك اب الصبح وانت نازله عادي جدا. حطي سان بلوك بتاعك لوشن من ترو لايت واستخدمي الميك اب اللي انت عايزاه. حتى احنا بنيجي نقول لو انت مش قادره تبطلي ميك اب، مش قادره تبطلي ستريس، مش قادره تبطلي اجهاد في بشرتك، طيب وفر لها الحمايه، وفر لها العلاج. التريتمنت شيء مهم في حياتنا، اهتمام البشره شيء مهم في حياتنا. بلاش العمر يجري بينا ونشتكي بعد كده. اللي هتقدري تسيطري عليه دلوقتي مش هتقدري تسيطري عليه وانت عندك 40 سنه ابدا. بشكرك يا دكتور على وجودك معايا، بشكر الدكتوره منى العمده على وجودها معايا وعلى ترو لايت، بجد بشكرك جدا جدا على وجودك. وبشكر كل الساده المشاهدين، ويا ريت نحافظ على بشرتنا ونهتم بيها اكتر من اللازم، ان هي دي معرفتي بالناس. شكرا ليكم كل الساده المشاهدين.